بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. هذا مكعب ثلاثي تماما، قمت أنا بتحويره والتعديل عليه بحيث أني هنا أخذت 4 قطع فجعلتها في قطعة واحدة، هنا قطعتين كانتا قطعتان أخذتهما في قطعة واحدة. حورته مثل هذا المكعب موجود ويباع، لكن الآن غير متوفر، لذلك قمت بتحوير الثلاثي على هذا الشكل. هذا يا أصدقائي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هذا المكعب تماما نفسه. لاحظ، هنا 4 قطع، هنا 4 قطع، هنا قطعتين، هنا قطعتين، هذه قطعة وهذه القطعة. إذا قلبت راح تجد 4 قطع، هنا 4 قطع، إذا قلبت هنا 4 قطع، هنا 4 قطع، إذا قلبت هنا 4 قطع، 4 قطع، هنا قطعة، هذه هنا قطعتين، هذه هو نفسه. هذا غير ملون وهذا ملون. القانون الواحد في هذا المكعب طويل جدا، سوف أسرد وأستعرض معكم جميع قوانين هذا المكعب في البداية، ثم نقوم بحل وتطبيق عملي وتبيان خطوات حل هذا المكعب. هذا هو المكعب بعد ما خلطته. عندي هنا المكعبات الصغيرة المجتمعة في هذه المنطقة، لاحظ هنا أحمر لا يتغير مكانه مهما تخلط المكعب، أصفر، أخضر، اللي يتغير مكانه هو هذه الثلاث مكعبات اللي هنا تدور مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة. الآن عندي أصفر أخضر، هذه القطعة تبغى تجي هنا عند الأصفر الأخضر، أصفر أحمر تبغى تجي القطعة هذه هنا عند الأصفر الأحمر، إذا دوران عكس عقارب الساعة، دوران القطع الثلاث عكس عقارب الساعة. قانونه هو التالي: أضع المكعب بهذا الشكل، هنا القطع أضعه بهذا الشكل وهو في الخلف، ثم أطبق القانون: شمال عكس اتجاهي، سوف أعيده مرتان، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي، اليمين فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي، الشمال ثم شمال اتجاهي، الآن أمام اتجاه يدي، اليمين ثم شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي، اليمين فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال فوق عكس عقارب الساعة.
أمام اتجاه يدي الشمال شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين شمال عكس اتجاهي فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي أمام اتجاه يدي الشمال. الآن أعيد نفس القانون مرة أخرى، شمال عكس اتجاهي أمام اتجاه يدي اليمين فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين شمال عكس اتجاهي فوق عكس عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي أمام اتجاه يدي اليمين فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين شمال عكس اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة شمال اتجاهي أمام اتجاه يدي الشمال. الآن أمام اتجاه يدي اليمين شمال عكس اتجاهي فوق مرتين، أمام اتجاه يدي اليمين فوق مع عقارب الساعة أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي فوق مع عقارب الساعة شمال اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة أمام اتجاه يدي الشمال شمال اتجاهي، تحت عكس عقارب الساعة أمام اتجاه يدي الشمال يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال تحت عكس عقارب الساعة يمين اتجاهي، تحت مع عقارب الساعة أمام اتجاه يدي اليمين. ثم أقوم بتدوير كامل المكعب، وذلك بجعل المكعب الصغير الشمالي أمامي، هذا الصغير أجعله في الأمام هكذا، واضح؟ كان هنا أتيت به هنا، هذه المكعبات. ثم أطبق القانون مرتين، شمال عكس اتجاهي أمام اتجاه يدي اليمين فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين شمال عكس اتجاهي فوق عكس عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي أمام اتجاه يدي اليمين فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال اتجاهي
أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي أمام اتجاه يدي الشمال. الآن أعيد مرة ثانية، شمال عكس اتجاهي أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة أمام اتجاه يدي الشمال، شمال اتجاهي أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة. الآن شمال اتجاهي أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال اتجاهي أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي أمام اتجاه يدي الشمال. الآن أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي فوق مرتين، أمام اتجاه يدي اليمين فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال اتجاهي، تحت عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، تحت عكس عقارب الساعة، يمين اتجاهي، تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين. يا سلام، انتهى القانون. شوف القانون طويل جدا جدا جدا، وهذا قانون واحد فقط. لقد قام بتدوير المكعبات الثلاث عكس عقارب الساعة، قانون واحد فقط لكي يقوم بتدوير ثلاث المكعبات عكس عقارب الساعة. دوران القطع الثلاث مع عقارب الساعة، القطعة أخضر أصفر تبقى تجي هنا عند الأخضر الأصفر، القطعة أخضر أحمر تبقى تجي هنا عند الأخضر الأحمر، القطعة أحمر أصفر تبقى تجي هنا عند الأحمر الأصفر. دوران مع عقارب الساعة، أضع هذا خلفي ثم أطبق القانون التالي: أمام اتجاه يدي الشمال، تحت عكس عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي، تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين، ثم تحت عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، ثم يمين اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي الشمال، ثم يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، ثم تحت مع عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين،
فوق مع عقارب الساعة. شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة. شمال اتجاهي ثم أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة. أمام اتجاه يدي الشمال ثم فوق مرتين. شمال اتجاهي أمام اتجاه يدي الشمال. الآن أطبق القانون التالي مرتين: أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة. شمال اتجاهي أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة. أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة. أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، ثم فوق عكس عقارب الساعة. شمال اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة. شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة. أمام اتجاه يدي الشمال ثم شمال اتجاهي. أعيد القانون ثاني مرة: أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة. شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة. أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة. أمام اتجاه يدي الشمال ثم شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة. ثم شمال اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة. ثم شمال اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي الشمال، ثم شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة. أمام اتجاه يدي الشمال، ثم شمال اتجاهي. الآن أقوم بتدوير كامل المكعب، وذلك بجعل المكعب الصغير الأسفل أمامي هكذا، ثم أطبق القانون التالي مرتين: أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة. شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة. أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة. أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة. شمال اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة. شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال. شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة. أمام اتجاه يدي الشمال، شمال اتجاهي. أعيد القانون ثاني مرة: أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة. شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق
مع عقارب الساعة أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس اتجاه عقارب الساعة، شمال اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين، شمال اتجاهي. ثم أطبق القانون التالي: أمام اتجاه يدي الشمال تحت عكس عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين تحت عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، تحت مع عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، فوق مرتين، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال. يا سلام، شوف القطع الثلاث دارت حول مع عقارب الساعة. القطعة اللي كانت هنا أتت هنا، أحمر أخضر عند أحمر أخضر، أحمر أصفر عند أحمر أصفر، أخضر أصفر عند أخضر أصفر، دوران مع عقارب الساعة. هذه يبقى لها قلب وهي في مكانها، وكذلك هذه. لاحظ القانون طويل جدا لكي أثر القطع الثلاث دوران مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة. القانون الثالث: تبادل الطول هذا مع الطول هذا، تبادل الطولين. هنا برتقالي 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 برتقالي، هنا أبيض هنا أبيض، هنا أزرق هنا أزرق، هذه القطعة تأتي هنا وهذه هنا، تبادل. كذلك هذا اللي هنا، إذا طبقت القانون تلقائي هذا يتبادل مع هذا، وهذا يتبادل مع هذا، وكذلك هذه مع هذه. شوف هنا ما نسوي دوران مع عقارب الساعة أو عكس، لأن هذه في مكانها، أخضر أخضر أصفر أصفر، هذه في مكانها، إذا تبادل، تمام، وليس دوران. هنا هذه القطعة راح تجي هنا وهذه تبادل. اللي يهمنا في هذا القانون الطول هذا مع هذا، أبغى أبادل بينهما، والقانون هو التالي: أمام، طبعا طريقة المسكة كذا، أجعل المكعب هذا الأربعة خلف وهذا هنا، أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة،
شمال عكس اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي فوق مرتين، شمال عكس اتجاهي فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي فوق عكس عقارب الساعة، ثم أمام اتجاهي يدي الشمال، شمال اتجاهي أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي أمام اتجاه يدي الشمال. لاحظ تبادلوا، وهذه القطعة أتت، القطعتين اللي هنا تبادلوا. المهم في هذا القانون تبادل الطول هذا مع الطول هذا. تحريك الأطوال، هذه الأطوال الثلاثة تتحرك إما مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة. توجد 4 قوانين. قانون مع عقارب الساعة، راح أرمز للطول باللون الأزرق مع عقارب الساعة، وفي نفس الوقت المكعب اللي هنا يثبت ما يتحرك، اللي ما يتحرك راح أرمز له بالداكن. القانون الثاني، هذه الأطوال تتحرك مع عقارب الساعة، واللي هنا أيضا يتحرك مع عقارب الساعة، راح أرمز تحرك مع عقارب الساعة باللون الأزرق. القانون الثالث، الأطوال تتحرك عكس عقارب الساعة، راح أرمز له باللون الأحمر عكس، واللي المكعب اللي في الوسط هذا يثبت. القانون الرابع، يتحرك عكس عقارب الساعة، وأيضا هذا المكعب يتحرك عكس عقارب الساعة. عندنا 4 قوانين. الآن خلينا نشوف، أزرق برتقالي، أزرق برتقالي، هذا يبغى يجي هنا، إذن دوران مع عقارب الساعة. راح أستخدم قانون دوران مع عقارب الساعة، وهذا أبغاه يجي هنا علشان الأزرق مع الأزرق، أيضا هذا دوران. إذن هذه القطعة وهذه القطعة دوران مع عقارب الساعة مع هذا المكعب. طريقة المسكة، أضع المكعب بهذا الشكل بحيث هنا الأربع يكون خلف، ثم أطبق القانون التالي، شمال عكس اتجاهي أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي. الآن فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال. يا سلام، شوف كيف دارت الأطوال ودار المكعب. القانون الثاني، لاحظ أزرق برتقالي يبغى يجي هنا عند الأزرق البرتقالي، فدوران
مع عقارب الساعة. لكن المكعب اللي هنا برتقالي برتقالي، أبيض أبيض، أزرق أزرق، يبغى يثبت ما يبغى يدور. إذا ثبات المكعب ودوران القطع الطوال مع عقارب الساعة، قانونه هو التالي: طريقة المسك هكذا، أضع القطع الأربع خلفي ثم أطبق القانون: أمام اتجاه يدي الشمال، تحت عكس عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي، تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين، تحت عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، ثم يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، تحت مع عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، فوق مرتين، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال. الآن أعيد القانون نفسه مرة ثانية: أمام اتجاه يدي الشمال، تحت عكس عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي، تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين، تحت عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، تحت مع عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، ثم فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، فوق مرتين، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال. لاحظ دارت الأطوال، وهذا ثبت. القانون الثالث عندي هنا: أبيض أزرق، يبغى يجي عند الأبيض الأزرق. هذه القطعة تبقى تجي هنا، فدوران عكس عقارب الساعة. أيضا المربع اللي هنا عندي هذا أبيض، يبقى يجي عند الأبيض الأزرق، عند الأزرق البرتقالي، عند البرتقالي أيضا دوران عكس هذا، الأطوال عكس هذا، المكعب عكس، اثنينهم عكس. طريقة المسك هكذا: أضع المكعب هذا خلفي ثم أطبق القانون التالي: أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة.
شمال اتجاهي فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي أمام اتجاهي يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي أمام اتجاه يدي اليمين فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال شمال اتجاهي. يا سلام، دوران عكس الأطوال وأيضا المكعب. القانون الرابع، عندي هذه القطعة أبيض أزرق أبيض أزرق، هذه القطعة تبقى تجي هنا، إذن دوران عكس عقارب الساعة. هذا المكعب يبغى يثبت برتقالي برتقالي نفس اللون، أزرق أزرق أبيض أبيض، هذا أبغاه يثبت الطوال عكس عقارب الساعة. طريقة المسكة هكذا، أضع المربعات خلفي ثم أطبق القانون التالي مرتين، أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي فوق مرتين، أمام اتجاه يدي اليمين فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال ثم شمال عكس اتجاهي فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال شمال اتجاهي تحت عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال ثم يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال ثم يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين ثم يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين ثم تحت اتجاه عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال ثم تحت عكس عقارب الساعة، يمين اتجاهي ثم تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين. الآن أعيد القانون نفسه مرة ثانية، أمام اتجاه يدي اليمين شمال عكس اتجاهي فوق مرتين، أمام اتجاه يدي اليمين فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال شمال عكس اتجاهي فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال شمال اتجاهي تحت عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال تحت عكس عقارب الساعة، يمين اتجاهي تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين. لاحظ، استعدل، هذه 4 قوانين أخذناها في خاصة للأطوال والمكعب. هذه الحالة، عندي القطعة اللي هنا وعندي القطعة اللي هنا، هذه في مكانها تبقى تدور وهذه في مكانها تبقى تدور فقط. عندي حالتين مثل هذه، الحالة اللي هنا دوران عكس أو مع، وهنا دوران عكس أو مع، على حسب الدوران أطبق القانون. اللي هنا عندي دوران عكس،
هذا عكس. اللي هنا عندي دوران مع الأحمر يبقى يجي هنا مع. في هذه الحالة إذا كان هذا عكس عقارب الساعة أطبق عليه القانون التالي لكي يستعدل هذا المكعب الصغير وهذا المكعب أيضا. القانون هو طبق القانون مرتين وهو التالي: أمام اتجاه يدي الشمال، تحت عكس عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي، تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين، تحت عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، تحت مع عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، فوق مرتين، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال. الآن أعيد القانون مرة ثانية: أمام اتجاه يدي الشمال، تحت عكس عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي، تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين، تحت عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، تحت مع عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، فوق مرتين، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال. الآن أطبق القانون التالي: أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، ثم شمال اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، ثم فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، ثم شمال اتجاهي. يا سلام، دارت القطعة التي هنا مع عقارب الساعة، دارت القطعة التي هنا عكس عقارب الساعة. هذه الحالة المكعب اللي هنا يبغى يدور عكس عقارب الساعة، أما اللي هنا يبغى يدور مع عقارب الساعة. الأبيض يبقى يجي هنا، البرتقالي هنا، الأزرق هنا، دوران مع عقارب الساعة. في هذه الحالة أطبق القانون التالي: شمال عكس اتجاهي،
أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي الشمال. الآن أطبق القانون التالي مرتين: أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي، فوق مرتين، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال اتجاهي، تحت عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، تحت عكس عقارب الساعة، يمين اتجاهي، تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين. الآن أعيد القانون ثاني مرة: أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي، فوق مرتين، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال اتجاهي، تحت عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين اتجاهي، الآن أمام اتجاه يدي الشمال، يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، تحت عكس عقارب الساعة، ثم يمين اتجاهي، تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين. يا سلام، دار هذا عكس عقارب الساعة، وهذا المكعب الصغير مع عقارب الساعة. قلب القطعة وهي في مكانها. عندي قطعتين، أبقى أقلب ألوانهم، الأصفر يجي هنا والأحمر هنا، وكذلك هذه. أضع هذا خلفي، وعندي القطعتين في الأعلى، ثم أطبق القانون التالي: أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي،
أمام، اتجاه يدي شمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة، شمال أمام اتجاه يدي الشمال، شمال اتجاهي. هذا أعيد الآن مرة أخرى نفس القانون، أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال اتجاهي. الآن أطبق القانون التالي، أمام اتجاه يدي الشمال، تحت عكس عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي، تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين، تحت عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، تحت مع عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، فوق مرتين، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال. الآن أطبق القانون التالي مرتين، وهو نفس القانون أول واحد، شمال اتجاه يدي اليمين، أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال اتجاهي.
الآن أعيد نفس القانون مرة أخرى. أمام اتجاه يدي اليمين، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس عقارب الساعة، الآن أمام اتجاه يدي الشمال، شمال اتجاهي. ثم أطبق القانون التالي: أمام اتجاه يدي الشمال، تحت عكس عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي، تحت مع عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي اليمين، تحت عكس عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، تحت مع عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق مع عقارب الساعة، شمال عكس اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، فوق عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، فوق مرتين، شمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال. يا سلام، شوف كيف القطعتين تبادلت ألوانها وهي في مكانها. قانون طويل جدا جدا، لكن لا يوجد أقصر منه، ومضطر الواحد لأن يعني يستعمله. هذه جميع القوانين، راح إن شاء الله نأخذ مقطع آخر وهو تطبيق عملي، ويعني تعلم خطوات الحل، من الخطوة الأولى إلى الخطوة الأخيرة في المقطع القادم. شكرا لكم أعزائي، والسلام عليكم ورحمة الله.